رح نبلش دراما. فشلت فشل بعيني. شو السالفة غيب؟ قلة احترام ما بدنا. طيب. صريخ ما بدنا. اوه لا. اوكي نور، البرنامج هذا ما هو برنامج طبخ، هو برانك شو. اتفقنا انا وغيث وكريم انه قلبك انه نستفزك طول الحلقة. انت وغيث وكريم؟ ايوه. هلا الفكرة انه انت رح تنفشلي، رح تعصبي، واخر شيء رح تنهاري. خرب يا وير جونا برانك كريم. اوكي؟ احمدي والله مو ناقصني كريم، انا والله مو ناقصني. أكلت المقلب برعاية الكسيح تلسكوب ميديكال سنتر الكلحة جران الشارقة. جاهزين؟ يس جاهزين. اليوم برنامجنا حيكون كيك وحلاوة وسويت الله وشوكولا الله وسكر وعسل. ليش؟ لأنه معنا نور وكريم. أمان المقدمة مش نار والله. لا صراحة فنان نار والله. صلي نص ساعة بحفظ فيه. أوكي نور، شو البرنامج؟ هو عبارة عن أنه حنطبخ، حنقعد نسأل بعض أسئلة، حنشوف وضعنا عن حياتنا عن أوضاعنا. تمام؟ خفيفة لطيفة. بكسر الدنيا أنا على هاي. ما هاي بدي أخبط فيها. أوكي أيوة. راح يطبخ سارة. بدك تشرحي لنا شو المكونات؟ أوكي يا جماعة، بصراحة لازم تشرح سارة لأنه أنا ما بعرف شيء. عندنا هون حليب، أوكي، شوكولا ساس، كاكاو بودرة الكاكاو، سكر مثلها، والنشا طبعا نشا من الكسيح، وبودرة الكاكاو من الكسيح. النشا هو ذرة ناشفة يعني؟ هل معقول ما بتعرفي شو نشا؟ نشا ذرة. مش متعودة تطبخي؟ لا مو هيك، عم تسمرني حكي يعني. مش متعودة اطبخ الحمد لله. الله رزقك. مو لبالك كثير تكوني ست بيت يعني. صراحة صراحة معك حق. يعني نور موس يعني بحس انه نور يعني مش جاهزه انه تكون ست بيت. ست بيت يعني بحس انه لسه بدي شغل، بدك شغل كثير لحتى تكوني ست بيت. انا نتعلم نتعلم يعني بدك عندك وقت. صراحه معك حق لانه شو المهم. خلينا نحط الحليب بالهاي. يلا اوكي. سو اول شيء قبل ما تحط الحليب الواحد بيشغل الغاز. يعني الغاز مو شغال كيفك فاضحتينا. لا ما في داعي تشيليها يعني عشان تشغل غاز، فيك تخليها. يا بس يعني عم بقول لك يعني بس انه ها خلص هيك اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انت اندومي. انت ما في امل اصلا. يمكن تطلع الكيكه طيبه. حتطلع كيكه، حتطلع حتطلع. انت شو بتقول رح تطلع طيبه؟ بحب انك مآمن ان شاء الله. يعني انا صراحه بتمنى انها تطلع طيبه. ولا لا ولا لو مش طيبه بتحس حتطلع طيبه؟ انت مش طيبه طيبه بس ثانك يو على ايمانك. بحسك انت مؤمن. مش طيبه والله تاكلها يا كريم. انا بورجي. اوكي اول شيء جايز لازم تحطوه شوي شوي صح؟ لا مشان ما يكتل وما يسوي زحمه. اعطيني انا بسلم. بتحرك انت؟ هلا بيقولوا عني مش بيت شاطره. ما هو ما في داعي يقولوا، واضح هذا الشيء يعني. شو بنعمل؟ حدا عنده واحدة مثل سارة ست بيت هيك ناجحة صديقة إله وبيعزب حاله بيصير ست بيت. أنا كل ما بدي ست بكون ست بيت أجي لعندك. أنت ست البيوت. ما عزمتك. حلو 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 بس إيزي على بعض. كريم شو إيزي على بعض؟ محسسنا إنه عم تتخانقوا على شوي. لا ما عم نتخانق. والله تخانقتوا. ما عم نتخانق. طب يعني كبتلت هو. كريم أنت بتحس كريم أنت إيه هاتي. كريم أنت بتحس إنه نور ممكن تكون إنه تقدر تعيش عيلة؟ تعيش عيلة؟ شو أنا رب الأسرة يعني؟ لو سمحتي عم نسأل كريم. طيب بالدور عيلة يعني هو أهم شيء. أول شيء الطبخ طبعاً. يعني أنت ما خذني أطبخ لك أنا أطبخ لك؟ لا مش أنا بحس المرأة شغلتها بس هدول شغلتين. أنت بتحسي هيك؟ فأنت رح تعيشي لتعملي هيك؟ أوكي غيف good luck. أهم شيء أهم شيء اللي هو الطبخ. أوكي بدنا نزيد النشا جايز. سو بتعملوا هيك. أوكي بتزيدوه. والله ما شاء الله يعطيك العافية. لا ما شاء الله طباخة. كملي
يعني بصراحه ما شاء الله. انا مو انا الطباخه حبيبي، هي ست البيت والطباخة. يعني بما انه انت قلتي بتعرفي تنظفي، فشو رايك تجيبي المحمي وتنظفي لنا شوي هون؟ انا ما قلت بعرف نظف، انا ست بيت فاشله تسيتي. طب معناته كيف انت حتشوفي شريك حياتك وحتزوجي يعني؟ انا ولا حبيبي؟ انا يعني شريك حياتي بيعرف، انا بقعد بالبيت بتستت بحط اجر على اجل. دلوع كثير يعني، ما في ما في ما في يعتمد عليك يعني. اوكي جايز بنزيد السكر، جاهزه؟ شايفي عم ساعدك يعني. يا الله توسخ ثيابي. عادي عادي طبخ. بتعرفي انه هالكنزة كثير غالي علي، جبريها كريم هديه. اوكي يلا بسم الله. اوكي كات كات. ليش كات؟ ما ظابط. شو اللي ما ظابط؟ ما ظابط الموضوع صراحة، كل شيء بينرفز. انت عم تقاطعينا وقت عم نحكي لخبطة. انا عم قاطعك؟ انا قاطعت شيء؟ شوية يعني، ما يعني اصلي ساعة بدي اسأل كريم سؤال ما بتخليني. اوكي بدنا نعيد بدنا نعيد، بس اعطيني مجال احكي يعني، مش يعني كل ما اجي انا احكي كلمة يلا يا جماعة سكر، يعني كأنك مو محترمين يعني. ما هو حيحترق الحليب، شوفي عم بيحترق. ما بدك اكله ظابطه؟ انا بستلم موضوع الطبخ. ثواني ثواني، لا بس لما يعني مثلا لما نحن نحكي انت بس ما ترد يعني، بس اعطينا مجال، انت ركزي بالطبخ. اوكي نحن خلينا نحكي، نحن خلينا نسولف. انت تسولف؟ يعني انا وكريم وساره يعني بنحكي عادي، بس انتوا يعني خلص انت كل شيء عم تقاطعينا. انا ما انت عم تسالني. ما حدا سالك. والله انت سالتني. والله ما سالتك. قلت لي بتشوفي حالك ربة منزل بتقيدي اسره، بعدين بعد شوي بتقلي انت ما بتصلح تكوني ربة اسره. طيب انت ما حتكوني. طيب عم نحكي ما حد تقدري تربي عيلة. هو برنامج صراحة. برنامج صراحة. انت ما قلت لي برنامج صراحة، قلت لي برنامج طبخ. طيب طبخ بدنا نطبخ ونسال. فانت هدي هدي بس ركزي. ايه مين اللي عم بيحكي؟ المخرج. اوكي اهلا مخرجنا، كيفك شو اخبارك؟ روق هدي مخرجنا. شو مطبخ نور ستايلز؟ ما حكينا شيء نحن. لا انت ما خليتينا يعني نحكي شيء. يعني انت والزمن وغيث وساره علي. شو المشكله؟ شو هون غيث وساره؟ ما فهمت. هي النكته نكته مزحه. والله كثير حلو مزحك، شو خفيف. لا حبيبتي انا كثير ثقيله. واضح انا اتقل شيء ممكن تشوفيه. لا حزيت شوية مي. اوكي جربي لأنه كبتلت. ليه كبتلت؟ هي هيك صح؟ لا هي المفروض تكون هيك. بدي شو فاهمك؟ طب وين الحليب؟ I forgot إنه ما على فكرة أنا شايفتها للطبخة هيك المفروض تكون، أنا مرة شايفتها وأمي عم تعملها. معناته أمك بتعملها غلط. لو سمحت ما تحكي عن أمي. ما عم بحكي عن امك. اوكي كله الا امي. بس انه عادي يعني انتم ما بتعرفوا تطبخوا عادي. اوكي يعني. امك انت. امك بتعرف تطبخ طبخه واحده ولا هي امك بتعرف تطبخ طبخه واحده؟ لا امي ما بتعرف تطبخ ابدا. اوكي. خليك بامك. طيب تشيل هيو. شو بكي؟ رواق. طيب خلص خلينا نرجع على اساس كنا فاصل. اوكي. طيب شو رايكم نكمل بكره؟ رح نبلش دراما؟ ما خلينا نعيد. نور لسن اذا ما بدك تصوري خلص ايزي. والله قليلي ما بدك تصوري خلص. شباب فين اجلها تجي بكره؟ انت عم جرب تحكي؟ ما قلت شيء. هو قال خلينا نكمل بكره. انا ضحكت انه عم بينكت الولد. ما اضحك يعني قال له دمك ثقيل يعني. طب وين الحليب؟ يعني مس انت هلا لما بتنكت ساره ما بتضحك؟ حتى لو نكتك سخيفه حتضحك. سوري يعني نكتك مش سخيفه بس انا لا ما 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 حبيت. ريلاكس سمايل. خلينا نخلص الحلقة. جربي. شو بك؟ كيف أكلتيها؟ ما طيبة. خلينا نعيدها أحسن. خلينا نعيد. نعيد. عيد من الأول؟ يلا 3 2 1 كيو. جايز اليوم برنامجنا حلو وحنعمل حلو ومعانا ضيوف حلوة واللي هو كريم. يا بو طبعا ومع نور سارس. كمان يا اهلا نور، شرفتينا اليوم. يعطيك الف عافيه. شكرا انك ايش يلا نفوز. عم نمزح عم ننكر. يلا كمل. اوكي شو كمل؟ طيب عاد روقينا حالك شوي. روقي شوي. عم نمزح. انا ما عملت شيء. شو ما عملتي شيء؟ تطلع هيك بالكاميرا كانه حكيت شيء. شو عامله انا؟ تشل. طيب يلا اوكي اجين. اهلا وسهلا فيكم وشرفتونا اليوم بحلقه جديده. حنعمل اليوم حلو طبعا معنا نور ستارز. خلتني اعيدها مليون مره بس عشان اقول انه هي نور ستارز معانا وكريم. انا خليتك تعيدها 100 مره.
يلا عم بحاول خلي الحلقه حلوه. طب شو بك انت؟ طيب يلا وين الطنجره؟ اصبري طيب نشرح لهم. نور بتعرفي تطبخي؟ لا عن جد ولا شوي ولا كثير ولا شيء ولا 0%. طيب شو بتحزري من المكونات؟ نحن شو رح نعمل اليوم؟ ما بعرف غير الشوكولا يا حبيبي. بس اوكي انا ماني ربط منزل ابدا. طب ما حدا سالك يعني اذا انت ربط منزل ولا لا؟ لازم؟ اوكي بدور لك على وحده تكون ربت منزل. طيب عادي، ما هو لازم يعني مش لا مش الزام انه المره تكون يعني صراحه. انت ليه؟ ليش كثير من فعلا الزامي؟ شو عادي يعني اصبر يعني ربت منزل اكيد يعني في عيال في رجل في البيت. ايه كيف بدهم ياكلوا؟ انا شخصني انا عندي رجل بالبيت، انا عندي عيال يعني للمستقبل. اوكي لما يصير عندي عيال ورجل بالبيت ساعتها تعال تكلمني. طيب الواحد يتدرب. طيب اوكي بنروح. خلص ما بتعرف تطبخ قولي ما بعرف اطبخ نحن بنعلمك. اوكي ما بعرف اطبخ هم حيعلموني. طيب اوكي ما في داعي تقول للكاميرا عم نقول لك قولي لنا. اوكي ما بعرف اطبخ علمني. حنعلمك اوكي. قاعد عن جد خلصونا. حنخلصك بس انت خلصينا كمان يعني مش حنخلصك كمان. في دراما عم بتصير حاليا. يعني كم مره جايز والله انا مريضه وتعبانه وجايه والمفروض يعني عن جد في تقدير. يس يعني يس. انت لما اجيت بتعرفي انا جاي من فرشي هلا كنت شفت كيف الترحيب كان من الاحضان وهيك وقعدت مثل الملك وانا قاعده عم بتمرمطوني من اول الحلقه لهلا. كنباي كلها اللي قعدتين عليها اي ملك؟ وين الملك؟ لا والله حسيت ان حالك ملك وجيبوا لك الماي اللي عندك. قاعد بالطابق اللي فوق يعني هيك قاعد بالطابق اللي فوق. طيب يلا اوكي يا جماعه طيب انت هلا بالطابق 25 اعلى من الاستوديو تبعك فانت ملك هلا. طيب يلا يا جماعه خلينا. لا على فكره استوديوي احلى. طيب اوكي فرحانه فيه. اوه حال دراما كله اعلان عم تيجي يلا. اوكي نو شو رايك تقولي لنا انت المكونات؟ سو اليوم حنعمل العظيم يا ربي. اوكي بما انك انت حتطبخي فحابين نفتح معك نحن مواضيع ونشوف شو اوضاعك بالعاده. انت شو اكثر عمليه تجميل انت ندمت عليها؟ ما ندمت على اي شيء. وبعدين شو اكثر هي عمليه واحده اللي عاملتها انا؟ شو خشمي. اوكي في كثير ناس بيقولوا انك عامله عمليات تجميل ثاني. اني ايه ثانك يو سو ماتش والله هذا يعني لا مدح. فشلت مشان هيك عم بسالك شو اسوء فشلت عملية. كمان اوكي فشو اسوء عمليه انت ندمت عليها؟ هن بعرف انا 4. اوكي شو اسوء وحده كانت؟ والله ندمت على الساعه اللي عرفتك فيها. لا هيك كلام ما بدنا بصراحه. هيك كلام ما حلو. يا كوني معي بالبرنامج خلص تمام. انا هاي الاسئله غيد شنو شو بك شنو السالفه شو بكي انا هاي الاسئله ما في شيء ترى. طيب هاي الاسئله مش على كيفي انا غيد يعني على قليل احترم. عم احترمك انت. طيب والله ماكو اي احترام يا اخي. اي ما ماكو كل شوي اجي كلمه انت ما تعرفي تحكين بعدين تسالني تجميل بعدين تقولي فشلت بعيني. شنو السالفه غيد؟ قله احترام ما بدنا صريخ ما بدنا حبيبتي ما في قله احترام. انت مو سامعه شو سال؟ سؤال طبيعي يعني شو عيب عيب حرام صار الموضوع. ايه جاوبت قال لي كم عمليه قلت له اوكي هلا هاي بيقول لي فشلت. شنو فشلت هيك الناس عم بتقول؟ شو سؤال انت عادي كمان يعني مش انه يعني عادي انت جاوبيه بصراحه خلص جاوبت يقول لي فشلت. شنو اقول له اوكي صفق له يعني شو كم عمليه عامله كريم؟ هي هو ما بده يجاوب معناته في الناس بتحكي انه عامله انت اكثر من عمليه خلاص قولي يا قول الحياة يا قولي ما بدي جاوب. في سؤال ما بدك اياه قولي مسوي يعني اتشذب عليك يعني ما عم تكذب اتشذب عليك ايوه ما بدي جاوب خلص لا تجاوب ايوه هو ما بدي جاوب هو قال لي اصلا انت عم تسأله عني انا سألته برا عنك اوكي وقال لي 3 فالناس قالين لي 4 هو قال لي 3 برا 3 ايه انا سويت 3 عمليات تجميل كريم انت جاوبي شنو انا جاوب انت منك شنو من الثلاثه عدد لي اياهم طب يعني عادي على فكره مو عيب انك انت عملت حبيبتي انا لو مسوي 10 حقول لك مسوي 10 بالعكس وسوي محتوى حل الامور طيب ليكو كريم حكى لنا انه انت عملت 3 ليش مو حابه تحكي يعني الموضوع كم عمليه سويت كريم لا تجنني اوكي من خارك اللي نحن كلنا بنعرفه انت اسالني كم عمليه انا سويت كم عمليه انت سويت اوكي انا مصدقك كم عمليه انت سويتي ما خصك معناته في كذب بدك نشيل السؤال ونخلص الموضوع عمي ليش اكذب عليك طيب اوكي طيب يعني انا من شنو خايفه طيب اوكي لا تصرف السؤال ما عجبك نعمل له كت جايز شو كت انا من شنو خايفه مثلا ليش ما اجاوبك مثلا طيب ما راح احط انت عم تقولي لي ما خصك حطه بس ما خصك ما تحطه الجواب شو حطه ما خ... شو بكي شو دراما شي علينا هلا على نور اذا حنقلبها دراما كثير كبرت الموضوع
كثير. طيب طيب هدي هدي روح على الحمام. روح على الحمام هلا قصه كثيره. خليها تروح على الحمام. خليها تروح على الحمام. وخر عني انت بس تكون ثلاث عمليات. ودي على الحمام. روح على الحمام. افتحوا لهم الباب. نور 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 شب 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 جايز جايز نور نور شام what are you doing نور oh my god نور get up طب تقومها or something get water شو عم تلف انت سندويشة ملح البنت في ماي 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 خد خد شو ماي ماي يا اخي ماي لا لا بليز ماي بليز بلا ماي او ماي جاد شو اتس ا برانك نحن اللي عملنا فيك ماي بيعطيك العافية يا الله اصعب مره ثاني مره ثاني يا الله ليش جيت انا المفروض ما ادري والله ازعل لك شغله لك شغله انا يعني كان مستحي انت كان مستحي يتصرف والله كان مستحي تبين عليه انا مريضه فهو فكر انه عن جد وقعت لان انا عن جد مريضه الف صحه وهنا اكلت المقلب ومو من اي حدا غريب من نور نفسها على فكره انا ما كنت عارفانه انا هلا برا خبروني انه في مقلب يعني ايوه نحن اصلا وقت كريم اجى خبرنا انه نحن حنقلبك بس قلبنا الموضوع عليه لا ممكن وصلنا على نهايه الحلقه ان شاء الله تكون عجبتكم لا ما عجبتكم اكيد انت لا ان شاء الله تكون عجبتكم جايز اول اخر مره اول اخر مره بدنا كسيح الكلحة جراند برمضان بيوصل لك الأكل سخن وطازة ولكل مكان الكلحة جراند هوانا فلسطيني الكلحة جراند الشارقة مويلح طريق الجامعة التعاون شارع جمال عبد الناصر المجاز واحد